ليه ما حكيتش لزين عن اللي حصل وعن اللي انت عرفته؟ وانت كيف عرفت اني ما علمتها؟ من تليفوناتها ورسائلها اللي كل شوية تبعتها لي عشان تطمن علي. تبين نعلمها؟ انت ازاي عرفت اللي بنتك عملته فيا؟ لا عيب عليك تسأليني السؤال هذا، أنا خالد الخطوان، أعرف بنتي من رفة عينها. وفضلت ساكن؟ طبعاً، لأني مطمن إنها معك. بس ماما قالت لك إن أنا كنت ناوية أذيها. صح، قالت كذا، بس أنا أشوف عكس كذا تماماً. يعني لو بندقق على كلام ماما مثلاً اللي قالته، ترى قالت شيء مهم جداً. يعني مثلاً العلاقة اللي بينها وبين أخوي ماجد علاقة كبيرة، وأنت أكيد ذكية ورحت سألتيها. أنا فعلا سألتها وقالت لي إن لما فهد جه يعيش معاهم في الفيلا أخوك طلب منها إن هي تكون عينها عليه، لكن هي رفضت. وأنت أكيد ما صدقتيها زي ما أنا ما صدقت أخوي ماجد لما سألته ولا عرف يجاوبني. هو أنت مش زعلان مني؟ إطلاقا ماني زعلان، لو زعلان ما قاعد أتكلم معك. وعلى فكرة ترى مكتبك موجود ومكانتك موجودة وغالية وعزيزة، وإذا حابة تداومين من البيت بعد أنا ما عندي مانع. من البيت إزاي؟ أبيك تعرفين وش بين أخوي وأمك. ممكن يبغى تشرح لي وش سالفة إنك بتروح تشهد مع مشاعل في المحكمة؟ احترم نفسك! وأنت معتقد إني بروح أشهد شهادة زور؟ حتى لا تفضحني يابا، فهمني. تعرف لو شهدت معها وش ممكن يصير؟ أول شيء مشاعل راح تتطلق، إي نعم. وبكذا وش بترتب عليه؟ راح نخسر جميل هذا الضعيف طول عمرنا يابا، وزيد راح يتأزم، حتى مشاعل راح نخسرها، إي لا تقول إنها تبقى واحدة من العائلة، لا يابا. أنت لو تشغل ذا الكور ذا كان عرفت اللي قاعد أسويه أنا، هذا خطة محكمة. علمني وش الخطة. طيب خطة الضفدع. إيش؟ خطة تعتمد على القفز والمناورة، سياسة الكر والفر يا طلال. وأنا راح تفهم أساساً لأن هالخطط هذه أعلى من مستواك. ممكن تشرح يبا؟ أيوة، إحنا يا حبيبي لو عنتنا مع مشاعل البنت بتعند زيادة وتصمل وتبقى على قرار الطلاق، لكن لو دهناها وسايرناها وبالحكمة وكلمناها ممكن تتراجع عن فكرة الطلاق. أنت بزعمك أبوك هذا مع خراب البيوت ومع الطلاق؟ طيب يبا الله يطول بعمرك، على حسب خطة الضفدع هذه اللي أنت رسمتها. الضفدع اسمها الضفدع، ايه؟ الضفدع ايه؟ بتروح تشهد مع مشاعل في المحكمة ولا لا؟ قل الصدق.